مرض أنا مرض أنا مرض أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع أنا مرض أنا الداء ومني تأتي أوجاع وليس لمدمني أبدا من الأخيار أتباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى، كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مغتبطا وعندك صبية جاعوا. أتشري الموت يا هذا أتشريه إذا باعوا، أتشري الداء مغتبطا وعندك صبية جاعوا.